فرض عقوبات ولأول مرة على الكتيبة لانتهاكها حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهو ما قد أثار غضب قادة الاحتلال. واعتبر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن التوجه لفرض عقوبات أمريكية على وحدة الجيش الإسرائيلية قمة في السخافة والتدني الأخلاقي، وذلك في هجوم غير مسبوق على واشنطن. للنظر أكثر إلى أبعاد الخبر سيكون معنا الدكتور عمر جعارة المختص بالشأن الإسرائيلي. أهلا بك. حياكم الله، الله يعطيكم العافية. دكتور عمر، ما هي هذه الكتيبة وعلى ماذا أقدمت من جرائم واعتداءات ضد الشعب الفلسطيني؟ نعم، كما سئل الآن المذيع الإسرائيلي لرجل كان في هذه الكتيبة بالانتفاضة الثانية، أكد على أنهم يأتون من أسر متدينة أو تناخية أو داعشية ومشبعين بالفكر التناخي القائم على إبادة سكان فلسطين وضرب بحد السيف كل صغير وكل كبير وكل ذكر وكل أنثى، فهذه ثقافتهم. وأكبر دليل على ما أقول ميخائيل التي هي زعيمة حزب العمل الذي قالت بالحرف الواحد إن هذه الكتيبة قتلت كثير من الفلسطينيين بدون أن يقوموا بأي عمل مخالف للقانون. ولذلك هذه الكتيبة تقوم بقمع الفلسطينيين، وبالذات حادثة مهمة انتشرت في الولايات المتحدة الأمريكية منذ الانتفاضة الثانية، عندما فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية بسن ما بين 70 و80 عاما تم اعتقاله وتم إهانته، ومن كثر الإهانة والضرب سقط شهيدا، وعندما جاء إليه كان مكبلا وهو شهيدا، ولذلك قيلوا سقط قلبية وإلى آخره. والولايات المتحدة الأمريكية طلبت في حين إجراء التحقيق في حادثة هذا الفلسطيني الذي يحمل الجنسية الأمريكية. الآن هذه الكتيبة تصرح وتطمح بالقتل بدون أي سبب، ترى الفلسطيني فهو عدوها فتطلق عليه النار بدون ما يقوم بهذه لائحة الاتهام في الإعلام الإسرائيلي ضد الفلسطيني بأنه ألقى زجاجة حارقة، ألقى عبوة، ألقى حجراً، يضربهم بالألعاب النارية، دهس، طعن، كل هذه الشواهد ثابتة في الإعلام الإسرائيلي كلائحة اتهام دائمة ضد الفلسطينيين. ولذلك هذه الكتيبة أوقعت خسائر هائلة في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية يبدو جادة على لسان بلينكين بفرض عقوبات على هذه الكتيبة، مما جن جنون نتنياهو واعتبر القرار الأمريكي بلا قيم. إذن هذه الكتيبة ينطبق عليها ما ينطبق على كل البعد الأيديولوجي والداعشي والتناخي الذي تتمثل في بن بكير وغير بن بكير وسموتريس وغير من سموتريس، وكل ادعاءاتهم بأن الفلسطيني هو الذي يقتل والفلسطيني هو الذي يعتدي، إن الذي يأتي يأخذ بيتك ماذا تقول له، إن الذي يأتي ويريد حقلك ماذا تقول له، إن الذي يأتي ويريد مدرستك وأرضك وحقلك وكل شيء ماذا تقول له. حتى ثبت في الحوادث أن الأخ إذا نافس أخوه على بيت فماذا يحصل بين الأخين؟ المحاكم والعنف وكل وسائل الخلاف. إذن دولة إسرائيل لا تستطيع أن تدافع عن نفسها بأنها جادة في إبادة الشعب الفلسطيني، وأكبر دليل على ذلك الحروب الطاحنة على قطاع غزة بالذات منذ عام 2006 حتى 2024، وتسع حروب شنتها دولة إسرائيل على قطاع غزة، والآن تشن الحرب الذي سبقت كل عنف عرفه التاريخ من المغول والنازيين وغيرهم بهذه الأعداد الهائلة من القتلى. إذن حتى بلسان جو بايدن قال نحن لا نسمح بقتل 30,000 شهيد من الأطفال والنساء، بينما يدعمها ماديا. نعم، يدعمها ماديا لأن الموقف الأمريكي موقف غير صحيح
أو غير ثابت، وهو طبقا لبوصلة الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية والموقف الأمريكي موقف صحيح. انظر مثلا على سبيل المثال يريد فرض عقوبات على كتيبة من الجيش. لماذا؟ يعني ما هي القشة التي قسمت الظهر؟ ما الذي دفع الولايات المتحدة لمعاقبتها؟ هذه الخسائر الهائلة، هذه المقابر الجماعية، هذا القتل المستمر. الضفة الغربية لا يوجد فيها، يوجد فيها سلطة حسب اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يوجد فيها صواريخ ولا يوجد فيها أنفاق. وتتكلمي أنت أمس تحديدا على 14 شهيد. فإذا ذهبنا منذ 7 أكتوبر حتى اليوم، الضفة الغربية قدمت ما لا يقل عن 1000 شهيد، ولذلك غالبيتهم من المدنيين بحجة أنهم ألقوا عبوة وبحجة أنهم ألقوا، ولا يوجد خسائر أصلا بالجانب الإسرائيلي، شبه منعدم أمام هذا 1000 شهيد من الفلسطينيين. إذن أين الادعاء الإسرائيلي في لائحة اتهام الدائمة ضد الفلسطينيين؟ ألقى زجاجة حارقة، ألقى عبوة، هذا فتفكنا عبوة موقوتة، يعد لإجراء عملية. ما هذا الكلام السخيف الذي لا يقبله أفشل محامي في العالم؟ وهل فعلا في رأيك سيتم فرض عقوبات وستنفذ، أم سيكون الموضوع إعلاميا فقط؟ وفي حال تم تنفيذ العقوبات، فكيف ستكون شكل تلك العقوبات؟ السؤال فرض عقوبة على كتيبة بمعنى أن كتائب جيش دولة إسرائيل لا تحتاج عقوبات، وهذا كأنه تبرئة لبقية الكتائب، فهذا منطق أمريكي سخيف. كما يقول الإسرائيلي عن جو بايدن، ماذا يقول إسرائيل عن جو بايدن؟ يقول رجل خرف فاقد الذاكرة، وهن الجسد، يتعثر عن درجة طائرة ويسقط من الدراجة الهوائية، ومع ذلك يلهث جو بايدن خلف هذا الذي ينعت بهذه الأوصاف. إذن المسألة، نحن صراعنا مع أمريكا وليس مع دولة إسرائيل. أجل، كما ذكرت أستاذ عمر أن بنيامين نتنياهو وصف ما العقوبة التي ستنفذ في ضد الكتيبة بقمة السخافة والتدني الأخلاقي، وذلك في هجوم غير مسبوق على واشنطن. هل سيكون هناك تبعات لهذا الموضوع؟ الآن هذا جو بايدن يتلقى الصفعة تلو الصفعة. انظري مثلا ماذا قال سموتريش عن جو بايدن. قال: لقد وصلت الوقاحة الأمريكية أن تتدخل في شؤوننا. وعندما كان يجتمع وزير خارجية أمريكا بلينكين، عندما يأتي إلى دولة إسرائيل ويجتمع مع مجلس الحرب، يقول: من هذا الذي يجتمع مع هذا الحرب؟ انظري بالقناة 14 عندما يقولون عن جو: من هذه أمريكا؟ إذن هذه الصفعات من دولة إسرائيل لأمريكا، فهنيئا لوجه جو بايدن بهذه الصفعات. إذن وبما أن الكتيبة تمارس إجرامها بالضفة الغربية، يعني نحن نرى مجازر ومحارق وانتهاكات للمواثيق وللمعاهدات الدولية التي تفضل عشان في مكالمة موعدة. تفضلي خليني أختم. لماذا أعلنت الحكومة الأمريكية عقوبة لهذه الكتيبة بذات الوقت ولا زالت تدعم جيش الاحتلال بممارسة كافة الجرائم ضد غزة؟ بل هو قدم لها 14 مليار دولار على سبيل المثال، واعتبر مساعدة دولة إسرائيل مثل مساعدة الصين الوطنية ومثل مساعدة أوكرانيا، بمعنى عدو دولة إسرائيل هو بوزن الصين الكبرى، الصين الشعبية، وبوزن بوتين. ولذلك هذا يعني أن السياسة الأمريكية ليست ذات استقرار أخلاقي وليست ذات استقرار قيم. أشكر الدكتور عمر جعاري على هذه المشاركة. حياك الله بنت، الله يسعدك.